مساء الفل، نخش في الموضوع. عزيزي المشاهد، لو انت قاعد دلوقتي ما بتعملش حاجة، هيجرى حاجة؟ والله ما هيجرى حاجة. يبقى تعالى نتصادم شوية مع العلم والمنطق علشان نتكلم في موضوع مهم جدا. موضوع الحلقة وكتابتها من مقالات الكاتب محمد صاوي. وعزيزي المشاهد، لو انت مش مشاهد وبتحب تقرأ، هتلاقي في الديسكريبشن بوكس تحت الفيديو لينك مقال الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة ولينك اكاونت الكاتب محمد صاوي. يلا بينا. الأرض كروية ولا مسطحة؟ السؤال ده بيتسأل كتير جدا الفترة الأخيرة، خصوصا بعد خروج مجموعة كبيرة من الناس عاملين مجتمع كبير اسمه الأرض مسطحة، لدرجة إن في واحد هو وحبيبته سافروا في مركب لشهور اعتقادا منه إنه هيوصل لحافة الأرض، ولكنه اتقبض عليه على حدود دولة معينة، وانت محتاج يومين كمان. كل فئة شايفة الأرض من وجهة نظرها، ناس كتير شايفة إن الأرض مسطحة، وناس تانية شايفاها كروية، أما إحنا فهنتكلم عن الموضوع بإثباتات وبراهين ومصادر موثوق منها، وأتمنى الحلقة دي توصل لناس كتير جدا، علشان نقفل الباب ده نهائي. عزيزي المشاهد، قبل ما نبدأ لازم تعرف إن الحلقة دسمة، ولكن صدقني هتخرج منها بمعلومات كتير هتفيدك، وهتتبسط، لأن أي حد فيما بعد هيسألك السؤال ده، هتعرف ترد عليه بالأدلة القاطعة. روق دماغك كده علشان أنا عايزك مركز، ولو بتحب تشرب حاجة وأنت بتتفرج قوم هاتها واقفل الباب عليك، ويلا بينا نتصادم مع العلم والمنطق. الصورة دي تم التقاطها سنة 2014، واللي صورتها رائدة الفضاء الإيطالية التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية سامانثا كريستوفوريتي، واتلقطت من محطة الفضاء الدولية، وبتظهر الأرض بميل معين، دليل على كرويتها، وده دليل قاطع بنبدأ بيه كلامنا. الظواهر الخاصة بالقمر اللي بتبدأ من بداية دوراته الشهرية لحد الخسوف تم تفسيرها كلها، ورغم إنها كانت لغز صعب التفسير لليونانيين القدماء، إلا إنهم بسبب سعيهم الدائم للمعرفة وصلوا لبعض الملاحظات اللي ساعدت البشرية فيما بعد على معرفة شكل كوكب الأرض عامل إزاي. يعني مثلا الفيلسوف أرسطو اللي قدر يوصل لملاحظات كتير بتثبت كروية الأرض. أرسطو وصل لمعلومة إن لما بيحصل خسوف للقمر، الأرض بتكون بين الشمس والقمر بالظبط، وقتها الشمس بتتسبب في إن الأرض تعمل ظل على القمر، والظل ده بيكون دائري، وده دليل قوي جدا على كروية الأرض. سنة 2014 تحديدا يوم 5 أبريل حصل خسوف للقمر، واللي حقق الشكل الموضح في الصورة دي، وبين ظل كوكب الأرض على القمر بشكل كروي. عزيزي المشاهد، لو رحت مينا وبصيت بعينك أو استخدمت تلسكوب وبصيت بعيد علشان تشوف السفن وهي جاية، هتلاقيها كأنها بتطلع من تحت، بتظهر حتة حتة، والسبب إن الأرض كروية، فالسفينة ما بتظهرش قدامك كاملة، إلا بقى لو كانت السفينة بتغوص في المية وتطلع تاني. تخيل معايا ان في نملة ماشية على برتقانة وبصيت لها من الناحية التانية، على ما توصلك هتبدأ دماغها تظهر وبعدين جسمها، ده بالظبط اللي بيحصل للسفن. الفيلسوف أرسطو لما زار مصر كتب وقال انه كان شايف نجوم هناك، ولما سافر شاف نجوم تانية غيرها، بل انه كان كل ما يبعد عن خط الاستواء كانت النجوم بتتغير، وده أثبت انه بيلف حوالين الأرض. لو كانت الأرض مسطحة ما كانتش اتغيرت بالسرعة دي، كانت النجوم هتبعد ولكن مش هيظهر غيرها بشكل كامل، كأنه بيشوف سما تانية. تخيل معايا عزيزي المشاهد انك غرست عصايتين في الأرض في مكان مختلف تماما. لو الأرض كروية هتلاقي الظل بتاع العصايتين مختلف، لأن الشمس واخدة زاوية هنا غير الناحية التانية، ولكن لو مسطحة هتلاقي الظلين شبه بعض بالظبط وطولهم زي بعض، وده ما بيحصلش، ودي الطريقة اللي استخدمها عالم الرياضيات إيراتوستنس علشان يكون من أوائل العلماء اللي فكروا يحسبوا محيط الأرض بدقة عالية. عزيزي المشاهد، لو مسكت منظار وحاولت تشوف مكان أبعد، هتلاقي نفسك شايف لحد بعد معين، ولكن لو طلعت فوق شجرة هتشوف أبعد، ولو طلعت فوق جبل هتشوف أبعد، ولو طلعت فوق الهرم هتشوف أبعد. وعادة الناس بتفتكر إن هما كل ما يطلعوا فوق حاجة أعلى بيشوفوا أحسن، علشان العوائق والبيوت بتتشال من قدامهم، ولكن الحقيقة هي إن الأرض مايلة بسبب كرويتها، فكل ما بتطلع لفوق بتشوف أبعد، لأن مجال الرؤية بيبقى أوضح. لو سافرت بطيارة وحاولت تشوف شكل الأرض من الشباك، هتلاقي في انحناء في سطح الأرض عند خط الأفق في معظم الرحلة، والانحناء ده بسبب كروية الأرض. كلنا عارفين ان كوكب الارض مختلف تماما عن الكواكب التانية، لان عليه حياة، والكواكب التانية خالية من الحياة على حسب علمنا لحد وقتنا هذا، ولكن من المنطقي برضو ان اللي بينطبق على الكواكب التانية بينطبق علينا. يعني لو الارض مسطحة بنسبة 90% الكواكب التانية مسطحة، وده غير منطقي تماما لانه هيهدم كل النظريات المعروفة عن تكوين الكواكب.
سنة 1610 ميلادي، عالم الفلك والفيلسوف الفيزيائي الإيطالي جاليليو جاليلي رصد أقمار المشتري وهي بتدور حواليه، ووصفهم إن هم كواكب صغيرة بتدور حوالين كوكب كبير. بعدها الرصد ده أظهر إن كوكب المشتري ونبتون كرويين وكلهم بيدوروا حوالين الشمس. لو تم رصد كوكب واحد مسطح سواء كوكب الأرض أو غيره، ده هيتعارض تماما مع كل اللي نعرفه عن تكوين الكواكب وكمان تكوين النجوم. ده الشمس نفسها هتتصرف بشكل مختلف علشان تواكب نظرية الأرض المسطحة، وكل اللي نعرفه عن السرعة والحركة في الفضاء زي مدارات الكواكب وتأثير الجاذبية وغيره، وده إثبات قاطع على كروية الأرض. لو افترضنا ان الوقت دلوقتي في امريكا الساعة 12 الظهر والشمس في نص السماء، في بكين هتبقى الساعة 12 بالليل ومفيش شمس، وفي استراليا هتكون 1:30 بالليل، يعني مقدمة على امريكا ب 13 ساعة، والشمس خلصت من هناك ويوم جديد قرب يدخل. وده معناه ان لما تضيء نص الكرة الارضية بالشمس، النص التاني بيكون مظلم. وتفسير كل ده بيكون منطقي لما الكوكب يكون كروي وبيدور حول محوره الخاص. فلو كانت الشمس بتشرق على جزء من الارض، الجانب التاني هيكون مظلم والعكس صحيح، وده اللي بيعمل فروق التوقيت. ولو افترضنا ان الارض مسطحة، لما الشمس هتغيب كلنا هنشوف اثر ليها من بعيد، المكان مش هيكون مظلم، كأنك قاعد في مسرح وفي ضوء كشاف جاي على المسرح، رغم ان الكشاف مش في وشك بس انت شايف اثره، وده دليل تاني على كروية الارض. الجاذبية من أهم العوامل في الموضوع ده، لأن ببساطة الكتلة بيكون ليها مركز، والجاذبية بتجذب كل حاجة للمركز ده. تخيل معايا نملة ماشية على كورة، بالنسبة للنملة هي ماشية على مكان مستوي، وكل اللي بتعمله إنها بتحرك رجليها. الكورة ليها مركز وهو المنتصف من جوه، فالجاذبية بتاعت النملة إنها بتنجذب للمركز اللي هي النقطة اللي في النص جوه، فمهما تلف النملة ماشية عادي لأنها بتتسحب لتحت. لكن لو الكرة دي مسطحة وليها جاذبية، هتشد كل حاجة فيها للنص من فوق مش من جوه، وبالتالي مش هينفع تمشي فيها، والجاذبية هتكون مختلفة، والنملة هتتشد لمنتصف السطح، وكل ما هتتحرك هترجع للنص تاني. معنى الكلام ده انه دليل على كروية الارض، لان كل حاجة بنرميها بتنزل لتحت، والسبب ان الجاذبية في مركز الارض منتصفها من الداخل، لكن لو مستوية كانت كل حاجة بتترمي هتتحرك للنص، يعني لو النص ده على يمينك هتتحرك يمين، ولو شمالك هتتحرك شمال، وهكذا. في النهاية عزيزي المشاهد، لازم تعرف ان خلال الستين سنة اللي فاتوا من اكتشاف الفضاء، اطلقنا اقمار صناعية ومسابر واشخاص للفضاء، ورغم ان كتير منها رجع، الا ان في بعض منها لسه عايم في الفضاء، منها اللي في النظام الشمسي ومنها اللي ابعد منه، وفي صور كتير اتبعتت لاجهزة الاستقبال على الارض، وفي كل الصور بتظهر الارض كروية، غير ان صور كتير بيتم التقاطها للارض من رواد الفضاء من على محطة الفضاء الدولية، بتظهر انحناء الارض فيها، وممكن تشوف امثلة على الصور دي من حساب الانستجرام الخاص بقائد محطة الفضاء الدولية السابق سكوت كيلي، ودور عنه بنفسك بالاسم ده علشان تتأكد ان فعلا الارض كروية واصحاب نظرية الارض المسطحة عايشين في وهم لا ينتهي. اما لو جينا اتكلمنا مثلا على رأي علماء المسلمين، فهنلاقي ان الموضوع ده اصلا بديهي بالنسبة لهم، ومفهوم من عظمة بلاغة القرآن الكريم بأكتر من آية، زي الآية اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها فلا أقسم برب المشارق والمغارب، ودي بالنسبة لهم كانت كافية جدا، بما إن مفيش سطح واحد عنده أكتر من مشرق ومغرب بالشكل ده إلا السطح الكروي. أما ابن حزم فاستدل بآية يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وده بالنسبة له كان أوضح وصف للتكوير، ويقال في اللغة كور العمامة، يعني لفها أو أدارها في شكل دائري. والله أعلم. في النهاية يا جماعة، أتمنى تكون المعلومات اللي قلناها في الحلقة دي عجبتكم وأفادتكم. ما تنسوش تنزلوا تبصوا على لينكات المصادر في الديسكريبشن بوكس تحت الفيديو، ودعمكم لينا باللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان توصلكم كل حلقة جديدة. لو بتفرجوا على اليوتيوب ولو بتفرجوا على الفيسبوك، ما تنسوش اللايك والشير، وتصبحوا على خير.